كمان سيره الدوري الانجليزي وليفربول، وكان يورجن كلوب هو يعني افضل مدير فني في البريمير ليج السنه دي رغم خسارته للقب. يسعدنا موجود معانا النهارده جيرارد نوس عبر سكايب، طبعا الاسباني المدير الفني لعده انديه بصراحه، وكان المساعد طبعا لبينيتيز ده طبعا في ليفربول ايام طبعا كبيره وبطولات كتيره جدا، كمان على المستوى التدريب كان مدرب في الدوري الاسباني، كان مدرب في الدوري الانجليزي مع برايتون، كمان كان ليه كمان جولات في افريقيا من خلال منتخب غانا، حاليا هو المدرب المساعد للمدير الفني للمنتخب اليوناني. طبعا جيرارد نوس بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، وشكرا لتوجيه الدعوه لجيرارد نوس. انا فخور بوجودي على قناة النادي الأهلي لأن أعلم الأهلي جيدا. أعتقد أن الأهلي هو الفريق الثاني أكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، وهذا شيء يدعو للفخر. أتمنى في يوم من الأيام أن أحضر إلى النادي الأهلي وأحضر إلى مصر، لأن النادي الأهلي شرف وفخر كبير لأفريقيا، وهذا ما جعلني أتقبل الدعوة بالظهور على شاشة النادي الأهلي، ولهذا أستغل الفرصة. أتمنى أن الأهلي يفوز بالاثنين القادم وينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم، وهذا يجب أن يخسر ريال مدريد. ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا نتمنى فوز النادي الاهلي، وطالما يعني اكيد متابع لي طبعا بطولات النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي اصبح على الخريطه العالميه. هاخد رايه سريعا في موضوع اختيار الملعب، هل يعني من خلال خبراتك الكبيره في الدوري الاسباني والانجليزي ومن خلال وجودك مع بعض المنتخبات سواء افريقيا او على مستوى اوروبا مع المنتخب اليوناني، هل صادفت ان يعني ملعب النهائي في البطولات القاريه يتم اختياره في نصف النهائي؟ فعايز اعرف تعليقك كمان على اختيار ملعب طبعا المباراه النهائيه امام الوداد المغربي. Yes, I got surprised when I got the news. أنت على حق، كانت مفاجأة لي. Supposed to play in a neutral stadium. لأن هذه المباراة يجب أن تلعب على ملعب محايد وليس ملعب يوجد فيه أحد أطراف النهائي، خاصة أن هذا الملعب أقيمت عليه مباراة الفاينل العام الماضي. هذا لا يحدث في أوروبا ولا يحدث في أي دولة في العالم ولا أي قارة في العالم. كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهذا ما قام به جمهور النادي الأهلي، لأننا تابعنا هاشتاج جمهور النادي الأهلي وهو يدافع عن فريقه. لست سعيد برؤية هذه الأشياء تحدث في قارة أفريقيا، لكن تم اختيار ملعب المباراة والأمر انتهى. لكن هذا الشيء لا يجب أن يحدث 100% في العالم، لا يحدث هذا الشيء. لكن هناك عدم عدالة لأن الأهلي لن يلعب بكامل جماهيره، وهذا الشيء أهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي عنصر كبير في بطولات النادي الأهلي، سيحرم الأهلي من جماهيره، وهذا يعطي فرصة كبيرة للفريق صاحب البلد والمضيف. أنا متأسف لذلك. طبعا الفير بلاي اعتقد مش موجود، لكن انا باكد لك ان شاء الله باذن الله. اكيد انت كمان سمعت عن روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي ولعبته، ان شاء الله بنتغلب على كل الصعاب ونفوز بهذه البطوله، بطوله مهمه جدا هروح بيها كمان لاجواء البريمير ليج، وانت طبعا كنت مساعد يعني مدرب في ليفربول. عايز اعرف رايك في تتويج السيتي في يمكن ال 15 دقيقه الاخيره من عمر البطوله في البريمير ليج، واداء ليفربول مع يورجن كلوب خلال السنوات اللي فاتت. اعتقد ان مانشستر سيتي وليفربول كان يستحق ان يتقاسم اللقب، لكن مباراة السيتي وريال مدريد هي من جعلت السيتي يفوز بلقب البريمير ليج ويقاتل على البريمير ليج، لأن كان صعب بالنسبة لمدرب السيتي أن يخرج خالي الوفاض بعد الخسارة الكبيرة والمفاجأة أمام. لكن ليفربول، وصول ليفربول أيضا للفاينل في آخر الأوقات
الحديث في ليفربول أصبح كثيرا عن فاينل دوري أبطال أوروبا، وهذا ما أفقد تركيز الفريق الإنجليزي، وشاهدنا ذلك في مباراة أستون فيلا، وهذه غلطة كبيرة من مدرب الفريق والإعلام الإنجليزي. تحدثوا كثيرا عن فاينل دوري أبطال أوروبا وهم ينافسون على لقب البريمير ليج. السيتي استحق البطولة عن جدارة، لكن العدالة تقول أن إذا كنت أنا من أقرر ذلك كنت سأتقاسم، لكن أنا سعيد لفوز غوارديولا بلقب البريمير ليج. طيب أنت شايف من العدالة كمان كان طبعا وجود طبعا محمد صلاح في البريمير ليج وخاصة في ليفربول بيضيف أشياء كثيرة جدا جدا لنجمنا محمد صلاح لليفربول وكمان للكرة المصرية بشكل كبير جدا. طبعا حصول محمد صلاح على طبعا هداف البريمير ليج للمرة الثالثة مناصفة طبعا مع سون نجم توتنهام، شفت ده ازاي؟ وشفت تألق محمد صلاح في البريمير ليج ازاي خلال الفترات اللي جاية؟ وكمان عملية التجديد، هل أنت مع وجود محمد صلاح واستمراره في ليفربول أم الانطلاق وتجربة جديدة على سبيل المثال في ريال مدريد؟ فأول شيء محمد صلاح هو التوب توب التوب، لأن محمد صلاح يفعل أشياء خارقة، قام بتسجيل العديد من الأهداف الرائعة. محمد صلاح يساعد فريقه ويقود فريقه في المباراة الكبرى، لاعب يتحدث عن نفسه وإنجازاته لما تتحدث عنه. حصول صلاح على لقب الهداف لثاني مرة ليس من فراغ، أعتقد وأتمنى أن يبقى محمد صلاح في ليفربول، لأن محمد صلاح في ليفربول فاز بالعديد من البطولات وسوف يفوز بالعديد من البطولات معهم. محمد صلاح يلعب في العديد من مناطق الملعب ويستطيع أن يفعل الفارق، لأن صلاح خلق لكي يفوز في ليفربول بالتايتلز بالبطولات. محمد صلاح only one، محمد صلاح فريد من نوعه. أعتقد أن محمد صلاح يجب أن ينقذ هذا السيزون هذا الموسم بالنسبة له، وأتمنى أن يتوج صلاح ببطولة لكي يصبح التوب وكان يفوز بالبطولات وكان يفوز أيضا بالجوائز الفردية. لكن أتمنى من صلاح لا تترك ليفربول إذا كان يسمع نصيحتي عبر قناة النادي الأهلي، لأنك توب بلاير وستكون التوب بلاير في ليفربول. ما في شك. وكمان محمد صلاح يمكن أعلن في بعض يعني التصريحات الأخيرة أنه باقي الموسم القادم إن شاء الله محمد صلاح متواجد في ليفربول، ويعني لسه ما نعرفش بقى مستقبله على المستوى البعيد هيكون إيه، لكن طبعا ليفربول أعتقد هو المكان الأفضل لتألق محمد صلاح. وعايز أخد من تصريحات محمد صلاح وننقلها لطبعا نهائي دوري الأبطال، وعايز أخد رأيك في اللي قاله تصريحات محمد صلاح أول ما عرف أن طبعا ريال مدريد هو المنافس على هذه البطولة. تصريحات محمد صلاح عملية الثأر من طبعا بطولة 2018 وأصداء هذا التصريحات لمحمد صلاح، أنت شفتها إزاي وحللتها إزاي؟ أعتقد محمد صلاح كان غير موفق في التصريحات عن حديث عن الصقر وعن أشياء مثل ذلك من ريال مدريد، لأن ظروف المباراة في 2018 كانت مختلفة. محمد صلاح خلق جو من الاتنشن، خلق جو من الغضب مع ريال مدريد، لأن لاعبين ريال مدريد الآن يركزون على تصريحات صلاح. ريال مدريد فريق كبير، صلاح يجب أن يركز في المباراة أكثر من التصريحات. صلاح يجب أن يلعب، يجب أن يركز في الملعب فقط. تستطيع أن تتحدث عندما تفوز بالبطولة أنك قمت بالثأر، لكن ماذا إن لم يفوز صلاح بهذه المباراة وإن لم يفوز صلاح بدوري أبطال أوروبا؟ توقعه للمباراة النهائية إيه؟ يعني مشوار ريال مدريد وطبعا يعني إقصاؤه لفرق كبيرة زي البي إس جي والمان سيتي، هل يشفع له بالوصول ل يعني البطولة، أم أن ليفربول على مستوى أفضل فريق في العالم تكتيكيا وفنيا هو الذي يحصل على هذه البطولة؟ توقعاتك إيه للمباراة النهائية؟ بالنسبة لرأيي 50-50 كما ذكرت، مباراة صعبة على ريال مدريد وعلى ليفربول. ريال مدريد في مرحلة التوب،
ريال مدريد اعتقد اذا سالتني عن رايي ليفربول يستطيع هزيمه ريال مدريد، لكن لا تامن غدر ريال مدريد لانه فاز بالعديد من المباريات الصعبه. ريال مدريد يعرف كيف يفوز بالمباريات الصعبه والمباريات الكبيره، لن تكون مباراه سهله لليفربول. انا اتمنى بالنسبه لكوتش وستاف فريق السابق وستاف في فريق كان في الماضي ليفربول، اتمنى ان يفوز ليفربول من اجل ستاف فريق السابق، اتمنى ان يفوز لكن ستكون صعبه. طب ده في السابق يتمنى فوز ليفربول، لكن خلينا نتكلم عن المستقبل، وعايز اسالك عن المستقبل طبعا للمنتخب اليوناني. انت متواجد دلوقتي مع الجهاز الفني للمنتخب اليوناني، وهل في القريب العاجل سوف نشوف منتخب اليوناني بيحقق المعجزه والفوز بالبطولة اوروبا كما حدث طبعا في 2004 مع اوتور هاجل المدرب الالماني؟ عايزين تطمننا كمان على الكرة اليونانية ومستقبل المنتخب اليوناني. Yes, well, now we have a game next week. We play. الآن نحن لدينا مباراة الأسبوع القادم مع أيرلندا الشمالية. نحضر لدور الأمم الأوروبية سيبدأ خلال أسبوع، ونحضر العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الشامبيونشيب والبطولات الكبرى. قمنا بجلب العديد من اللاعبين وقمنا بعمل مجمع لاعبين. أنا انتهيت للتو من التدريب المنتخب اليوناني. And we have one player that plays in Liverpool, by the way. وإحنا لدينا أيضا لاعب يلعب في ليفربول اليوناني. نحن سعداء، الأجواء في اليونان عظيمة جدا. نستمتع وسنعود باليونان إلى سابق عادها. الحديث عن معجزة في هذه الأوقات قد يكون صعبا، لكن نوعد جماهير اليونان في الوطن العربي أن المنتخب سيعود. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا طبعا جيرارد نوس المدير الفني ومساعد المدرب حاليا المنتخب اليوناني. بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. شكرا لكم وحظ سعيد للنادي الأهلي في الفاينل القادم. شكرا جزيلا. كمان الشكر واصل طبعا لي طبعا إسلام لوقا طبعا هو مترجم هذا الحوار الرائع. محسن